تدفع أهلي بالبداية خايفين علي، خصوصي أخوتي، يعني لا يخافون على إيدي، لا يخافون إنه هذه الشغلة إنه متعبة لبشرة المرأة والجسد المرأة. أحب أشتغل بالنجارة، أحب الخشب، يعني أحس أفد شيء كلش حلو يعني. بلشت من حوالي سنة تقريبا، قبل السنة يعني هاي بلشت انه هي صارت مهنة الية. المشروع هو كان كبداية كلش صغير، يعني شلون كبيج وادوات بسيطة وامشي بيها شغلي. بعدين فكرت اسوي محتوى، والحمد لله يعني دا اوسع الشغل، دا يتوسع، بس انا حاليا مكاني هو نفسيته. فبداية يعني حرصة هواية، نصحوني إنه أبتعد هواية. شغلي يعني يحتاج ساعات كلش طويلة بالعمل يعني، فدائما هو وقت الصبح للبيت وللأطفال. وراها الوقت اللي هو ممكن يعني غالبية أم أي بيت هو يكون لها وقت راحة أو وقت شلون للاسترخاء، أنا هذا الوقت يعني شاغلته كله بالعمل، مرات وأحيانا ساعات طويلة من الليل، مرات 12 الوحدة أبقى.